قد يكون لاعبين، لكن أن تكون الخسارة الثانية وبأربعة أمام فريق صاعد للدوري الممتاز، والشباب كفريق بطل وكفريق يعني دائما منافس على البطولات في العشرين سنة الأخيرة، أنا أقول يعني الثلاثي المدربين، المدرب، الجهاز الإداري بما فيهم يعني اللاعبين، الكل يتحمل. فيه شيء هو يعني غير مفهوم بالنسبة لنا كإعلاميين أو بالنسبة حتى للجماهير المتابعة. الشباب الآن يستنزف نقاط وأمام فرق يعني مع احترامي لها وتقديري زي الرائد زي التعاون، لكن يظل الشباب اسم كبير. الآن المشكلة ما هي فنية، ما هي يعني باللاعب، المشكلة في شيء غلط. هل هم اللاعبين، هل كان من منطق أن رئيس النادي صرح بهذا التصريح قبل مثل هذه المباراة؟ هل تصريح هي كل الخسارات نعرفها من منافسين في منطقة القصيم، هل هي تصريح يعني من رئيس النادي بقصد أو بدون قصد؟ يعني أشياء فعلا يعني تبدو محيرة بالنسبة للجمهور السعودي. الشيء اللي غير يعني لا يمكن أن يصدق الآن أن يخسر الشباب، أوكي ممكن يخسر الشباب 2-1، ممكن يخسر 1-0، لكن أن تكون 4-1 هنا في لبس وفي علامة استفهام. دعني أذكر بنتيجة هذا المساء في مدينة الملك عبدالله.